المؤسسة بتاعكم لابد تكون عندها ثقة في تونس. لماذا؟ لأن تونس ما بقتش مكتوفة الأيدي وأمام المشاكل والظروف والملابسات، فإنها واصلت العمل من أجل تغيير الأوضاع. واليوم تونس تختلف عن كثير من الدول الأخرى لأن فيها نظام ديمقراطي، وتحاول باش تكون عندها أيضا دولة القانون لأن تخلف دولة القانون في المدة هذه، وثانيا لأنها يلزمها باش تواصل باش التحديات كل اللي جابها فيها، سواء كان حد التحديات الأمنية أو التحديات الاقتصادية، باش تحاول وأنها تلقى لها الحلول مع تعاون الدول الصديقة والشقيقة، وفي مقدمة الدول الشقيقة هي الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا علاش أنا موجود اليوم في الولايات المتحدة، أولا لأن مدعو، جيتش من تلقاء نفسي، عندي دعوة من عند رئيس باراك أوباما ومن عند المسؤولين الأمريكان. واليوم من الصباح إلى الآن قاعد عندي لقاءات وقاعد عندنا حوارات وقاعد عندنا يعني أعمال، وإن شاء الله نكملوا من هنا الغدوة باش نشوفوا بقية المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، ونختموا اللقاء مع لقاء الرئيس باراك أوباما. ونعتقد وأنها الزيارة هذه مش تساهم يعني في توثيق الروابط بين تونس وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله الشعب التونسي يكون راضي علينا بعد أن نرجع لتونس، لأن الشعب التونسي يختلف عن غيره، وهذا نتيجة يعني الأعمال اللي قاموا بها المسؤولين الأول بقيادة الرئيس الحبيب بورقيبة. هو كونه بعد الاستقلال قام بعدة أعمال إصلاحية، ومن أهم الأعمال واللي تختص بها تونس هو كونه وحدنا التعليم. توا عندنا 60 سنة والتعليم معناها قائم بالذات، يعني معمم، ما ثماش طفل يجي في سن المدرسة ما يلقاش مكان في المدرسة والمكان هذايا مجال. والشيء الثاني والأهم هو كونه حررنا المرأة، وتونس هي البلد الوحيد اللي فيها المرأة محررة واللي قاعدة تقوم بدورها الآن كيف الرجل في جميع الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وهذا يعطى لتونس يعني دفع إلى الأمام باش تحقق الديمقراطية. هذا مش موجود في غيرها، لكن عندنا نقص هو كونه الديمقراطية ما تجيش فقط بهذا، لابد ثم سند اقتصادي، لأن الشعب اللي يحب يسير في الميدان الديمقراطي لابد أن يأكل ولابد أن يشتغل ولابد أن يلبس ولابد أن يرتاح، وهذا احنا مازال عندنا نقص. وفي هالميدان يعني ممكن يساعدونا، والولايات المتحدة وعدتنا باش تساعدنا في هالميدان. وإن شاء الله على كل حال بعد هذه الزيارة يعني تتبلور أكثر الأمور ونصيروا معا إلى الأمام، والله ولي التوفيق.